السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل وفكرته حلوة. دلوقتي انت مثلا بتكتب برومت، تمام، فيبدأ يكون لك اشكال كتيرة من خلال الذكاء الاصطناعي. كل دي اشكال للومات لايتنج اهي بالشكل دوت، وممكن تطبع الاشكال ديت، ممكن تتحكم فيها طبعا لو انت بتشتغل على جراس هوبر اللي هو جوه الرايدو. فمن خلال اي 3D برينتر تقدر تطبع الاشكال الجميله ديت. يعني ممكن لو انت عندك محل او اتيليه او اي حاجه من الحاجات دي، تقدر يبقى عندك اشكال كتيره من الشكل اناره مختلف، تمام. وطبعا ممكن تستغل الموضوع دوت ان انت تعمل اعاده تدوير للريسايكل للمخلفات اللي موجوده، تمام، بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا الأشكال لا نهائية، لا نهائية حرفيا يعني، تمام. تقدر تكتب، تتخيل أنا عايز مثلا على شكل أمواج، على شكل صدفة، على شكل اللؤلؤة، زي ما أنت عايز. المهم إن احنا نعمل إعادة تدوير للمخلفات البلاستيك، لأنها حاجة سيئة جدا وبتدمر الطبيعة، تمام. طبعا معانا دكتورة مي سليمان في قلب التيم، فبالتوفيق دايما. طبعا ثلاثية الأبعاد، وتطبع بقى الأشكال اللي أنت عايزها.